في واحد له بيطلع على الراديو وعلى التلفزيون من وقت ما خلقت أنا، وأنا مش مهم، من وقت ما هو خلق أو حتى قبل يمكن كان عم بيطلع على التلفزيون، عم بيطلع ويقول نحن نحذر ونشدد على بناء لبنان على أسس متينة وجديدة. شو العمل؟ بيشغل الفكرة، خاصة أنه على فياق المتواصل عليه ما عم بيلمح أمتى بده يبلش، وخاصة إذا بيشدك، يعني لو بيقول يوما ما يمكن ما حدا بيراجع، بس أبدا إنه شو بده، شو بده فينا، لشو بيطلع بيقلنا هالأشياء، وشاعر شكله بهالمسؤولية الضخمة اللي ما مأشعرنا فيها. دخلك كل ما طلع نحنا كمان شو بدنا فيه؟